في قرار يا شباب وصلني بس ماني متأكد منه، خليني أتأكد من الشباب يكمل. طيب، في قرار وصلني من الإدارة بناء على طلبكم الأستاذ ناصر الغامدي. استريحوا، كمل الكلام يا شباب اللي قدمتوه للأستاذ ناصر الغامدي. قررت الإدارة أنهم يلبون طلبكم بشرط أنه ستستبعد 3 متسابقين وليس 5. احنا نتمنى أن نلبي طلبكم، والإدارة ممثلة بالأستاذ ناصر الغامدي والأستاذ مشاري يلبون هذا الطلب، لكن سياسة البرنامج لابد من مغادرة متسابقين. النظام كان 5 ولكن الوضع لا يحتمل، لذلك خفضنا العدد تقديرا لكم وسنكتفي ب3. الأستاذ ناصر الغامدي ما قصر مشكورا، استجاب لطلبكم و نتمنى أن تنعكس على تفاعلكم إن شاء الله خلال الأسبوع وتقدمون ما يثبت طلبتكم اللي قدمتوها للأستاذ ناصر، وأنكم بالفعل ستقدمون محتوى خلال الأسبوع القادم. البداية الفعلية راح تكون الليلة، سواء للي رجعوا للبرنامج أو من سيغادر. كان المفترض أن نرجع واحد من 5 والخمسة يغادرون، لكن في الأساس أني برجع واحد وخمسة يودعون، لكن